وهذا الكيرف حنسميه احنا النورمال كيرف، والديستريبيوشن مالته حنسميه احنا النورمال ديستريبيوشن او الجاوسيان ديستريبيوشن. وبعدين اخذنا هذا قانون ال 68 95 99.7 رول، وقلنا اذا احنا عندنا الداتا معظمها حتتركز بالوسط حول المين، فاذا رحنا اخذنا 1 ستاندرد ديفيشن فروم ذا ليفت اند 1 ستاندرد ديفيشن فروم ذا رايت، احنا راح نغطي 68% من ال population مالتنا، واذا اخذنا 2 ستاندرد ديفيشن فروم بوث سايد راح نغطي 95% من ال data مالتنا، واذا اخذنا 3 ستاندرد ديفيشن راح نغطي 99.7 من الداتا. النقطة الرابعة هي الجابس والكلابس اوف فاليوز، هاي لها علاقة بالمحاضرات اللي اخذناها بالبداية، وقلنا في حالة تكون ال data مالتنا continuous او discrete، اذا discrete راح نخلي احنا gaps بين الرسومات، واذا كانت continuous فاكيد راح تكون مكملة للاخرى. اليوم الموضوع مالتنا هو موضوع كلش مهم بالاحصاء، بس احنا راح نغطيه بشكل مبسط، هو موضوع الاحتمالية. الاحتمالية هي شنو؟ الاحتمالية هي مقياس لاحتمالية حدوث event معين، احتمالية حدوث حدث معين، فهو مقياس. إذن هو الاحتمالية هي مقياس لاحتمالية حدوث حدث معين. إذن the probability can be defined as a measure of how likely an event was to occur. إذن عندنا the probability قيمتها راح تتراوح من الصفر إلى الواحد، فإذا كانت the probability قيمتها صفر إذن الحدث هذا ما راح يحدث اصلا نهائيا. اذا كانت البروبابيلتي صفر، احنا من نقول شغله احتماليه حدوثها صفر يعني ما تصير، فاذا البروبابيلتي اوف زيرو indicates that the event would not occur. اذا كانت الاحتماليه مالتنا صفر معناها هذا الايفنت ما يصير، بس اذا كانت البروبابيلتي مالتنا واحد يعني انه هذا الايفنت راح يصير. اذا probability of zero indicate the event would not occur and the probability of one indicates the event was sure to occur. إذا راح يحدث بشكل أكيد. وما بين الصفر والواحد حتبقى الاحتماليات البقية. مثلا نقول إن شاء الله إنه احتماليتها حتكون 50% يعني بالوسط، يعني نص تكون محتمل تصير نص تكون ما تصير. إذا كانت احتماليتها كل ما تقرب للواحد معناها احتمالية حدوث الحدث تزيد، وكل ما يقترب من الصفر تكون احتمالية حدوث الحدث أقل. إذن هاي إذا كانت القيمة محصورة بين من؟ إذا كانت القيمة محصورة بين الصفر والواحد. حنكتب الـ probability رياضيا، حنكتبها دائما ناخذ الـ event، حنرمز له برموز، وهي مثلا حتكون رموز A B أو C، والـ probability حنرمز لها بالرمز P، فبنريد نكتب الـ probability مال event معين، مثلا the probability of an event A نكتبها بالطريقة الثانية تكون P، وحنحط ال event بين قوسين هو P of A، وحنقراها read as the probability of A. وإذا أردنا the probability of event B فراح نكتبها بالطريقة التالية، تكون P معناها the probability وبين قوسين نحط ال event B، ونقراها شلون؟ نقول probability of B. وإذا كان عندنا event C نفس الشيء، هنكون P of event C أو P of C probability of C. هاي الطريقة الرياضية اللي نكتب بيها احنا ال probability. هسه نجي شلون نحسب ال probability. نحسب ال probability احنا حناخذ هنا مثال بسيط، انه عندنا سنجل ايفنت سنجل اوتكم. حنحسب انت على مود تحسب البروبابيلتي لازم تعرف الشغله اللي تريد تحسبها كم مره تظهر على المجموع الكلي، الشغله اللي تريدها انت على المجموع الكلي. اذا تو ديترمين ذا سنجل ايفنت، اذا عندنا سنجل ايفنت سنجل اوتكم، اذا ايدنتيفاي ذا توتال، لازم تعرف التوتال نمبر اوف اوتكم، ايش قد مجموع الاشياء كلها راح تطلع التوتال النهائي، على تقسم الرقم اللي تريده انت الايفنت اللي تريده على التوتال اوتكم كله. So divide قسم divide the number of events عدد الاحداث او عدد الاشياء اللي احنا نريد نقيسها by
قسمها على الـ number of possible outcomes. أبسط مثال للـ probability هو عندنا من تاخذ كوين وتشمرها بالهواء، كوين عملة معدنية وتشمرها بالهواء. الكوين لها وجهين، الهيد والتيل، يعني الرسم والكتابة. فاحنا اذا ردنا نعرف الـ probability of landing on head، يعني على مود يطلع لنا الرسم او الصورة، فانت لو اخذت كوين وشمرتها مرة واحدة شمرتها بالهواء ونزلت، ايش قد احتمالية ان يطلع لك head؟ اذا الـ number of event هو شنو؟ الـ head هو واحد، حيكون على total possible of outcome. ايش قد احتماليات الـ possible outcome؟ احتماليات اثنين، واحتمالية اما يطلع head او يطلع tail. فاذا اثنين، فاذا حتكون واحد على اثنين، واحد على اثنين هو ايش قد؟ حيطلع 0.5. اذا احتماليتها 0.5. اذا اردنا نحولها الى نسبة مئوية، ايش قد راح تطلع عندنا؟ راح تطلع عندنا 50%. اذا لو اخذت كوين انت ورميتها بالهواء لمرة واحدة، احتمالية ان تطلع لك صورة هي 50%. تمام؟ احتمالية ان يطلع لك تيل اللي هي الكتابة او ظهر العملة، فايضا نفس الشيء، هم احتمالية number of tail هو واحد على total number of possible outcome هو اثنين، اما هذا او هذا. فاذا حيطلع واحد على اثنين وحيطلع 0.5، واللي هو ايضا تقريبا 50%. هذا ابسط مثال لعدنا حتى نحسب بيها probability. اذا نجي هسه على مصطلحات تخص probability. مصطلحات هاي، اول مصطلح راح ناخذه اسمه mutually exclusive. mutually exclusive ايش نقصد بيه؟ نقصد بيه عندنا يكون two events، عندما يكون two or more events، عندما يكون حدث واحد أو أكثر يحدثون سوية، بس هذا شنو؟ يعني احتمالية واحد يأخذ على الثاني، يعني إلا واحد من عندهم هو اللي يصير والثاني ما يصير. إذن the term mutual exclusive is used to describe، نستخدم لوصف events which cannot simultaneously occur. إذن هذه نستخدمها إلى أن نوصف events، أحداث ما ممكن أن تحدث اثنيناتهم في نفس الوقت، واحد يغلب الثاني. يعني هسه مثلا عندنا الكوين، هو أبسط مثال، احنا من رمينا الكوين بالهواء عندنا كم event موجود؟ عندنا 2، أما الـ head أو الـ tail، بس مع الاحتمال these two events، يعني هاي الـ event اثنيناتهم يطلعون بنفس الوقت مصير مستحيلة، إلا واحد من عندهم يطلع، أما يطلع لي tail أو أما يطلع لي head. اذا دول ايش نسميهم؟ احنا نسميهم mutually exclusive. اذا the mutually exclusive is the term used to describe events which cannot simultaneously occur. The occurrence of one rules out the occurrence of the other. يعني حدوث واحد هو اللي يحكم حدوث البقية. وقلنا مثال، a clear example is a set of the outcomes of a single coin toss. زين، عندنا المثال مالتنا الكوين اخذناه، which can result either head or tail but not both، اللي هو لا اما ينطيني head او ينطيني tail، بس مستحيل ان ينطيني اثنيناتهم في نفس الوقت. اذا هذا التيرم شو نسميه احنا؟ نسميه mutually exclusive. الترم الاخر حناخذه، لا نسميه ذاك، احنا قلنا لازم كل حدث يصير، ويعني واحد اما واحد او الثاني. الجوينت ايفنت لا، انه اثنيناتهم يحدثون بنفس الوقت. الجوينت ايفنت از سيمتانيوسلي او سيمتانيوس اوكرنس اوف تو اور مور ايفنت. اذا هو شو اسمه، حدوث ايفنت واحد او اكثر اثنيناتهم في نفس الوقت. ان اكزامبل ذا اوكرنس اوف بوث سبيسيفيك اكسبوجر اند ذا اوكرنس اوف سبيسيفيك ديزيز. اذا مثال، عندما يكون عندنا تعرض لمرض وحدوث المرض اثنيناتهم يكونون في نفس الوقت، عندنا مرض معين منتشر كامل، وراها انه هنا اللي ينصاب بالمرض والاكسبوجر يتعرض بالمرض اثنيناتهم
محتمل يصيرون في نفس الوقت، انه يصير عندك تعرض ويصير عندك اصابه اثنيناتهم في نفس الوقت، لانه المرض منتشر. يعني جوينت ايفنت هنا يعني واحد احنا نسميه جوينت، يعني مرتبط، الايفنت مرتبطه واحد بالثاني، اثنيناتهم يصيرون في نفس الوقت. The probability of a specific disease exposure has an impact on the probability of a specific disease occurrence. اذا انك احتماليه انه الاكسبوجر تعرض لهذا المرض هي مرتبطه وإلها تأثير على احتمالية الإصابة أو احتمالية حدوث المرض. هذا المثال ما جوينت ايفنت احنا نستخدمه دائما بالإحصاء حتى ندرس الاسوسيشن بين تو فاريبلز، حتى ندرس العلاقة بين متغيرين. إذن it is the examination of joint event that leads to determination of the association between two variables. احنا راح نستعملهن لقياس العلاقة بين متغيرات موجودة عندنا. الترم الثالث الكونديشنال اللي هو المشروط. الحدث المشروط او الاحداث المشروطة الكونديشنال ايفنت هاي لا لازم يكون حدوث واحد شرط لحدوث الثاني. يصير اثنيناتهم، احنا قلنا الميوتشوال اما هذا او هذا يصير، مستحيل اثنيناتهم يصيروا بنفس الشكل. الجوينت لا اثنيناتهم يصيروا بنفس الوقت. الكونديشنال لا، لانه هذا لازم يصير على مود الثاني يصير، يعني لازم اكو شرط اكو كونديشن. اذا كونديشنال ايفنت ار ذوز ذات اوكر ان سبيسيفيك سيكوينشال اوردر، لهم ترتيب معين، ريستريكتنج ذا فوكس اون سيم ماتر، لهم بعض المحددات الاخرى. ذا اوكرنس اوف ديزيز افتر اكسبوجر or as we say that the occurrence of disease given the exposure. مثال اذا الا انه المثال حناخذ احنا قبل مثال مال الجوينت ايفنت قلنا اثنين الحدثين موجودين في نفس الوقت، يعني الاكسبوجر للديزيز التعرض للمرض والحدوث المرض اثنيناتهم. بس هنا حناخذ بالكونديشنال لا، اذا اخذناها لو فرضنا انه الاوكرنس مالت الديزيز ما يصير الا بعد الاكسبوجر، يعني الا ان انت تتعرض للمرض يلا تصاب بالمرض. ماشي؟ هذا يصير يسموه كونديشنال. اذا هسه البروبابيليتي اوفر انتاير سامبل ان سبيس مالت سام تو 1. هاي ملاحظه كلش مهمه، انه مجموع كل البروبابيليتيز اوفر ذا انتاير سامبل سبيس مالت سام تو 1. يعني شنو؟ يعني لازم البروبابيليتي التوتال مالتها هي تساوي واحد. يعني اذا عندك مثلا سنجل ايفنت A لازم ال A والنوت A هو مجموعهم يساوي واحد. اذا عندك تو ايفنت A and B البروبابيليتي مال A زائد البروبابيليتي مال B مفروض مجموعهم واحد. اذا عندك اكثر بعد مفروض كل المجموع مال البروبابيليتيز مال السامبل مالتك هو تساوي واحد. And then the first of these is that if we have an event A, إذا عندنا event واحد A in some space, فإذا the probability of A, احتمالية إنه A, زائد الاحتمالية of not A, يعني إذا ال event مو A, كلها حيطلع مجموعهم واحد. إذا عندنا sample space B two events A and B, إذا the probability of A plus the probability of B مفروض equal to 1. وإذا تريد تطلع واحدة من الثانية فأكيد تأخذ الطرف الآخر، ف probability of B هي تساوي إن 1 ناقص probability of A، وإذا أردنا نطلع probability of A هو تساوي إن 1 ناقص probability of B. إذا النقطة من هذا السلايد شنو هي؟ إنه تقول مجموع ال probabilities مال ال entire sample اللي نتعامل وياه هو واحد، يعني هاي قاعدة كل ال probabilities كل الاحتماليات مال اللي حنقيسها لسامبل معين هي دائما تكون قيمتها قيمة مجموعها واحد. هاي أهم شيء. إذا كانت عندك event واحد تريد تقيسه فهو ال event ال probability مال هذا ال event زائد ال probability باقية حيطلع واحد. إذا عندك two events A and B حتجمع الـ probability مال A زائد الـ probability مال B وأيضا قيمتهم راح تطلع واحد، وإذا عندك أكثر حتكون نفس الشيء.
هذا شو وقت حيكون القانون عندنا مهم؟ هذا عندما يكون القانون مهم انه اكو فد probability معينة لإيفنت معين ما تقدر تحسبها بصورة مباشرة، ما تقدر تحسبها بصورة مباشرة، هذا القانون راح يكون مهم. يعني يقول لك this rule become useful in situation where you cannot directly determine شنو probability. فإذا عندك probability مال A نريد نحسبها احنا بس ما عندنا طريقة مباشرة على مود نحسبها، ما نعرف شلون نحسبها بصورة مباشرة أو تكون صعبة عليه، فاحنا شنو نستخدم هذا. نقول احنا probability مال A حتكون الواحد ناقص probabilities البقية اللي موجودة عندنا، فبس مجرد أن تطرحها من واحد حتطلع عندك probability. إذا عندك هنا not A، هاي احنا هنا كتبناها not A، فالنوت A تنكتب هذا هيك بالرياضيات، محتمل تشوفوها بالمستقبل بالإحصاء هتشوفوها على شكل هذا الرمز اللي هو مثل حرف ال L بس صاير على الاتجاه الجانب، هاي معناها نوت. فنوت A رمزوا لها بهالشكل هذا وتنقري نوت A، هذا الرمز مالتها. هسه عندنا بقية القاعدة. القاعدة الأولى قلنا احنا مجموع الـ probabilities مال الـ single event يطلع واحد، أو عندنا بالـ mutual exclusive if the events is mutual exclusive then a probability of A or B تكوال تساوي probability of A زائد probability of B. هاي قاعدة أخرى تخص الـ mutual exclusive. mutual exclusive قلنا شنو؟ أنه ما يصير انه الايفنت اثنيناتهم يصيروا بنفس الوقت، لازم واحد يحكم الثاني، يعني مثلا اما اي او بي هو اللي يصير. بينما يقول if the event are not mutually exclusive then the rule doesn't hold. اذا كانت الايفنت هي مو mutually exclusive فاذا ما نقدر نستعمل هاي القاعده، هاي القاعده فقط للميوتشوال exclusive. هسه نجي على قياس الاندبندنت. القياس الاندبندنت الايفنت انه تكون اندبندنت واحدة عن الثانية، يعني مستقلة ما لها علاقة، ماكو اسوسيشن بيناتها، لازم تحقق قاعدة اخرى اللي هو شو تقول؟ تقول probability of A and B هاي لازم تساوي probability of A مضروبة ب من؟ بالprobability of B. هاي هسه راح ناخذ بالسلايد القادم حناخذ مثال على هذا. إذا على مود نشوف أنه أذن الـ probabilities أو الـ events هي مستقلة واحدة عن الأخرى، يعني ماكو association، يعني ماكو علاقة بيناتهم، يعني ما تكون أنه واحدة هي يعني السبب لحدوث الثانية والثانية أكو واحدة السبب لحدوث الأولى، يعني أي association ماكو ما لهم علاقة بيناتهم، لازم يحققون هاي العلاقة if and only if، فقط وفقط إذا هاي العلاقة تحققت. إذا الـ event دولة هو independent، يعني event مستقلة كل واحدة صايرة واحدة ما لها علاقة واحدة بالثانية. بس إذا ما تحقق هذا الشرط فإذا أكو association، معناها أكو عندنا علاقة بين the two events الـ A والـ B. فعندنا هنا هسه حناخذ example مال independence، example of independence. عندنا event اللي هو disease المرض، والايفنت الثاني اللي هو الاكسبوجر. عندنا ديزيز هو الايفنت، الايفنت الثاني هو الاكسبوجر. هسه نريد نفتهم انه هل التعرض للمرض هو مربوط ويا الاصابه ويا الاكرنس مالت المرض او لا، اكو اسوسيشن بيناتهم، اكو يعني هل هي واحده معتمده على الثانيه او لا، باستخدام العلاقه اللي كتبناها فوق ذاك السلايد السابق اللي هي the probability of A and B تساوي the probability of A مضروب the probability of B. قلنا هاي العلاقة إذا تحققت معناها الـ event A والـ event B هما independent، يعني مستقلين بذاتهم. إذا ما تحققت يعني هما
dependent or associated له. فهسه لو عندنا احنا عندنا 100 حالة ونشوف الايفنت اللي صار. بالحالة الأولى انه هل هو عنده disease او لا، وهل هو عنده exposure او لا. من عنده exposure نقول yes، من ما عنده exposure نقول no، من عنده disease نقول yes، من ما عنده disease نقول no. اذا 10 حالات هم عندهم disease وعندهم exposure، هذول اثنيناتهم yes، من نا yes ومن نا yes. فمعناها انه 10 حالات عندها disease وعندها exposure، او عندنا 40 حالة عندها disease بس ما عندها exposure. العفو، عندها exposure، الاكسبوجر هو yes والديزيز no، ما عندها disease. والبقية كذلك، 3 حالات هو عنده disease بس ما عنده exposure، والحالة الرابعة والأخيرة انه اما تكون disease ماكو disease وماكو exposure. اذا هالجدول هذا، ولو ردنا نعرف التوتال مال الحالات الديزيز فحنجمع مالت اليس كلهم ونعرف انه كم واحد عنده ديزيز، حيكون 13. كم واحد ما عنده ديزيز حيكون 87. كم واحد عنده اكسبوجر حيكون 10 زائد 40 حيكون 50 مال يس مال اكسبوجر، وكم واحد ما عنده حيكون 50. طلاب بكل بساطة، هو هذا احنا عندنا يعني حالات مرضية معينة، كمثال على حالات مرضية، هي ممكن ناخذها احنا غير شكل، بس مثال حالات المرضية انه بين الديزيز والاكسبوجر. عندك حتجيب عينة من الناس وتيجي تفحصهم، فجزء من عندهم حيكون عندهم متعرضين للمرض وعندهم الديزيز، فهم ذول اثنيناتهم راح يكونون يس بيس. الجزء الاخر انه ما عنده ديزيز، هو صار عنده اكسبوجر للمرض بس ما صار عنده ديزيز، راح يكون عندهم جزء معين اللي هو حيكون نو بالنسبه للديزيز ويس بالنسبه للاكسبوجر. الجزء الاخر اللي هو حيكون عنده ديزيز بس ما عنده اكسبوجر، والجزء الاخير اللي هو لا عنده ديزيز ولا عنده اكسبوجر، وهو هذا راح يكون الاغلبيه. فهسه لو نجي احنا على ود نفحص الاندبندنس بين الديزيز والاكسبوجر، قلنا اول شيء لازم نحسب البروبابيلتي مال الديزيز. فايش قد عندنا البروبابيلتي مال الديزيز؟ حتكون مجموع اللي مصابين كلهم او مجموع المرض كله مقسم على التوتال. فالمجموع مال المرض قلنا هو الديزيز عندما يكون يس حيكون 10 زائد 3 حيطلع 13، والتوتال مال العينه مالتنا هو كله 100. يعني انت لازم مجموعتهم من الطرف ومن الطرف يطلع 100. ف البروبابيلتي مال الاكسبوجر حتكون 50 الاكسبوجر يس، البروبابيلتي حتكون 50 مالته، 50 على التوتال هو 100 فيطلع 50%. هسه نريد شنو؟ نريد ديزيز واكسبوجر، ديزيز اند اكسبوجر، يعني اثنيناتهم يس. هنا الديزيز يس والاكسبوجر يس، فاحنا ايش قد عندنا ذول اثنيناتهم يكون ديزيز يس واكسبوجر يس؟ هم 10 على التوتال مالتهم جيد هم 100، ف10 على 100. نجي هذين اللي عندنا ثلاثة نطبقهم بالعلاقة السابقة اللي عندنا كتبناها ونجرب. disease and exposure هو 10 على 100 واحد بالعشرة، اللي هو نفسه كأنما event A and B. هل هو سوالك انه ال probability مال ال disease خلينا نقول اللي هي 13 على 100 اللي تطلع 0.13 في ال probability مال ال exposure اللي هو 50 على 100 اللي هو 5% او 5 بالعشرة. فإذا ضربت هذا رقم هذا رقم ايش قد راح يساوي لك؟ هيساوي لك 0.065. هل تساوى بيناتهم؟ لا ما تساوى، اذا هذا الطرف ما ساوى هذا الطرف. اذا بما انه هاي المعادلة
المعادلة عندي ما تحققت، فمعناها الـ A والـ exposure والـ disease هم مو independent، معناها there is an association بيناتهم، يعني they depend on each other، واحد يعتمد على الثاني. واضح طلاب هذا عندكم؟ أعرف هو شوية بي confusing بس حاولوا تاخذوها بسهولة، يعني لا تصعبون الأمر على روحكم. هي عندك أنت قانون وتطبقه لا أكثر ولا أقل. الواحد بالعشرة هو هذا، 10 على 100 هو 1 بالعشرة، هاي 10 على 100، هاي 10 على 100 هو 1 بالعشرة، هي الـ probability of D and A. إذا ما تساوت يعني مو independent، لأنه شرط الاندبندنس أنه لازم تتساوى، إذا ما تساوت المعادلة فمعناها غير اندبندنس، يعني غير مستقلة، غير يعني أكو علاقة بيناتهم، مو مستقلين واحد عن الآخر. So from these we can determine if the disease and exposure are independent. If they are independent, then the 0.1 should be close to the product of 0.13 times 0.5، أو هو مو قريب إل بعيد عنه، هاي القيمة للبرودكت. فإذا منها هم واحد بعيدين، منين جت 10 على 100؟ 10 على 100 هي جت من التابل disease and exposure، يعني disease هو عنده disease وعنده exposure، يعني اثنيناتهم yes. فالديزيز يس، هاي اليس مات الديزيز ويا الاكسبوجر مات يس، ايش قد عندنا قيمتها؟ اثنيناتهم التقوا بهذا المربع، مربع العشرة. فالعشرة على التوتال، التوتال ايش قد عندنا؟ 100. هو يجي الطريقة بهالطريقة السؤال نفس الشيء، انه هل هذول اندبندنت او لا. انا اعطيكم التابل هو اريد ان تعرفوا لي انه هذا independent لو مو independent بكل بساطة. نجي على اخر موضوع وهو كلش مهم عندنا ايضا، حناخذ التعاريف مالته اللي هو الـ sensitivity and specificity. الـ sensitivity هو مقياس لل عندما تجي انت تسوي مثلا قياس لإيفنت معين، وتجي إذا كانت القياس مالتك صحيح والإيفنت هو موجود إذا هاي معناها السنسيتيفيتي عالية، وإذا كان القياس للإيفنت غير موجود والقياس هو بالفعل الإيفنت غير موجود فيكون هاي السبيسيفيتي مالته عالية. فإذا السنسيتيفيتي is a measure that the portion of positive that are correctly identified. So is the probability of the test to indicate the presence of the disease when the person is truly diseased. يعني شنو؟ يعني هسه انت جبت عندك مريض مصاب مثلا بالسكر، داء السكر، وجيت سويت له تحليل. فإذا هو صدق عنده سكر، يعني صدق عنده disease، والتحليل طلعه عنده disease، فمعناه هذا احنا حنسميه true positive. وهذا راح يمثل لي السنسيتيفيتي. فاذا هو اذا هو صدق مصاب بالمرض والتحليل طلعه صحيح انه هو مصاب بالمرض، فهذا احنا نسميه ترو بوزيتيف. معناها هاي وهاي قيمه الترو بوزيتيف هي راح تمثل السنسيتيفيتي مال القياس مالنا. اذا the probability of a test to indicate the presence of the disease with the person is truly diseased، يعني عندما يكون الشخص مصاب هو صدق مصاب بمرض معين والتحليل طلعه مصاب، هذا احنا نسميه true positive وهذا correct behavior. بينما عندنا specificity هو شنو؟ هو it's a measure of the portion that is negative that is correctly identified. يعني شنو؟ يعني عندما شخص هو غير مصاب، غير مصاب بالمرض، يعني ما عنده سكري والتحليل طلعه ما عنده سكري، فاحنا هذا نسميه شنو؟
نسميه ترو نيجاتيف. فإذا هو مصاب وطلع التحليل مصاب ترو بوزيتيف، وإذا هو غير مصاب والتحليل طلعه غير مصاب يعني التحليل مالته كان صحيح، فإحنا شو نسميه؟ نسميه ترو نيجاتيف. ما عدا ذلك الايرور اللي يصير عندنا شنو؟ الايرور انه التحليل يطلعه مصاب وهو غير مصاب، فهذا شيء يسموه فولس بوزيتيف، او التحليل يطلعه نيجاتيف، يطلع التحليل ما عنده شيء هو بالفعل عنده موجود، وهذا يسموه فولس نيجاتيف. وهاي هسه تصير عندنا احنا بتحاليل مالت الكورونا موجودة، عندما يجي شخص مثلا يروح يسوي مسحة وتطلع المسحة صحيحة مالته، يعني هو عنده المرض والمسحة طلعته عنده مصاب، فاحنا نسميه ترو بوزيتيف. بينما اذا هو غير مصاب والمسحة طلعته غير مصاب، فهذا شو نسميه؟ نسميه ترو نيجاتيف. الاخطاء وين تصير؟ الاخطاء تصير انه هو غير مصاب بس انت تطلع بالتحليل مصاب، فهذا شيء يسموه فولس بوزيتيف. او هو مصاب بالمرض بس ما يطلع عندك بالتحليل مصاب بالمرض، هذا يسموه فولس نيجاتيف. ماشي؟ هاي اللي يسميها تدخل في حساب السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. هذا شو هنحسبها؟ السنسيتيفيتي هو حساب الترو بوزيتيف اللي هو اول مربع عندنا هذا اللي فوق، على مجموع الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف في 100%. الثانية حتكون الترو نيجاتيف على الفولس بوزيتيف زائد الترو نيجاتيف على 100%. نرجع نفس المثال السابق اللي أخذناه ونطبق العلاقة مع السنسيتيفيتي. كم واحد كان عندنا كم واحد كان عندنا الترو بوزيتيف هناك مثلا 10، على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف ايش قد هيكون هذا الترو بوزيتيف هنا، وهذا راح يكون هنا الفولس نيجاتيف، فترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف حيطلع 13. اذا حتيجي تقسم 10 على 13، 10 على 13 في 100%، حتطلع النتيجة 77% sensitivity مال التست. The test correctly found 77% of the diseased individuals. ال specificity نفس الشيء، حتيجي تشوف ال true negative وين حيكون، هذا true positive هنا عندنا حيكون ال false positive مقسوم على الترو نيجاتيف. فإذا الترو نيجاتيف ايش قد عندنا هنا موجود حيكون 47، هاي 47 مقسوم على منو؟ الفولس بوزيتيف زائد الترو نيجاتيف اللي هو مجموعهم حيكون 87. فإذا 47 على 87 في 100% حيطلع 54%. إذا 54% the test correctly identified 54% of those who without disease. فإذا هاي الـ specificity إنه أنت قدرت الشخص اللي هم ما مصابين وهم صحيح حقيقة ما مصابين. فهو هذا اللي يكون عندنا بالحساب مال sensitivity والـ specificity. طلاب عندكم اي سؤال عن هذا الموضوع؟ هو موضوع شوية صحيح يدوخ، بس انت لو تاخذوها ببساطة كل سهلة، بس تعرف شلون تسوي التوزيع مالت القيم تقدر تفهم. True false شلون جبتها؟ هو الامتحان لا تشيلون هم، يعني امتحان اسئله تاكيد بسيطه، يعني ما اعطيك الشكل التيبل واقول لك احسب من عنده، او اعطيك التعاريف لا اكثر ولا اقل.
ترو نيجاتيف. ترو نيجاتيف يعني ترو نيجاتيف معناها انه شخص غير مصاب والتحليل طلعه صحيح غير مصاب، فهو ترو نيجاتيف. نيجاتيف يعني غير مصاب، وترو صحيح، فترو نيجاتيف يعني صحيح غير مصاب، هذا معناها الترو نيجاتيف. بس انت تسوي من تجي الشخص عنده مرض، فاما يطلع بوزيتيف مصاب بالمرض صحيح، او يطلع نيجاتيف معناه غير مصاب. بس ما من جيت على مود تعرفه صحيح لازم تسوي له تيست، فاذا التيست طلع صحيح بوزيتيف والتيست طلع بوزيتيف هذا حيسموه ترو بوزيتيف. بس اذا كان هو ما مصاب والتحليل طلعه مصاب حنسميه شنو؟ حنسميه فولس بوزيتيف. الثانية إذا كان الشخص هو مصاب والتحليل طلع غلط فحيطلع فولس نيجاتيف، وإذا كان ما مصاب والتحليل طلع غير مصاب فحيسموه ترو نيجاتيف. هاي بكل بساطة. أوكي طلاب، بهذا الشيء إحنا ننتهي موضوعنا اليوم، و هنزلكم هسه رابط الحضور.